أجمل التهاني والأماني والأغاني للسيدة الكونتيسة. أشكرك. مبروك سيدي الدوق. أشكرك صديق العائلة، لقد تأخرت. نعم كنت أعمل شعري. كم أنت وسيم؟ شكرا. ممكن سؤال؟ اتفضل. لو قبلت أختك أو نصبح نسايب؟ لا نصبح خالصين. امرح امرح فلندخن الغليون يا أصدقائي. هيا بنا نمرح. لا أتخيل حتى الآن أن الكونتيسة مارغريت أصبحت زوجتي. هل أنا أحلم؟ لا يا عزيزي، لقد تحقق الحلم، لأننا سوف نمرح سويا في الحدائق بين الزهور والورود ونتأرجح معا على الأراضيح. أشكر الرب الذي جمعنا سويا، وأعدك أنني سوف أسعدك أيتها الكونتيسة الظريفة اللطيفة. وأنا أعدك أننا سنحيا معا أجمل أيام الحياة. مبروك عليك يا أختاه هذا الزوج الغني السري المريش. إنك دائما تتميزين بالحظ السعيد وعوافة. وأنا أتمنى لك حياة سعيدة مع فيفيان إخي في القريب العاجل. ده عندهم ميلالو. أم ميلالو؟ عزوز. خمسة وخميسة. مبروك مبروك يا ابنتي، ضحى في عينيك سيدي، إنها كالزهرة الفلوكسية لا تهملها. اطمئن يا عمي، فابنتك كالماء والهواء والغليون. انت جاي تفضحني؟ بقول لك ايه، الراجل جاي يناسبنا. ما هذا؟ هذا حدث. مارغريت، ما انت؟ مارغريت يا الكونتيسة. انت لقد قتلت الكونتيسة. عشيقتي، ابنتي. اشرب بيه. ايوه يا باشا. بقول لك ايه؟ امرني يا باشا. هات ابوك روح المستشفى شوف اخويا ابراهيم، بيقولوا عيان قوي. اخوك مات يا باشا. وخليه ايه؟ اخوك مات. مات؟ يا سعادة باشا. طب بقول لك ايه؟ شوف لي الزمالك عمل ايه مع بترو جيت امبارح. انا يا باشا. وعايز طلب كمان. اقفلوا كوبري عصر النيل من 3 ل 3 وربع. سمر يا باشا. ايوه عشان العيال رايحين لجدته. بيحصل يا باشا حالا. والساعه 6 اقفلوا كوبري الجامعه. افتحوا لهم جنينه الحيوانات. ايوه خليهم يلعبوا مع الحيوانات. قول للواد ميد وابوك بيقول لك العب مع الاسد، هقطع رقبته لو لعب مع القرد او اي حيوان تافه. حاضر يا باشا. بالسلامه. مع السلامة. استنى يا شريف بيه. عمر يا باشا. بعد المهمه دي اعتبر نفسك مفصول ومتحول للتحقيق. يلا حبيبي. اهلا. يا رب زدني رعب. انت زفت الطين. تمام سيادتك يا باشا. ايه ده؟ انت مين يا سياده الامين؟ جيت هنا امتى؟ ايوه لسه جاي امبارح يا باشا. كنت فين قبل ما تيجي هنا؟ كنت في مباحث الصعيد. اهلا بالصعيد واهل الصعيد. وايه اللي جابك؟ عملت ايه؟ مصيبه ولا ايه؟ ابدا يا باشا، انا كان مكلفيني بمهمه، سبت المهمه واخدت العيال ولادي عشان افسحهم. حلو قوي. سبت المهمه لميري واخدت ولادك تفسحهم. ايوه يا باشا. طب ده كلام جميل قوي قوي قوي. حلو. ما خدتش فيها حكم ليه دي؟ ما قالوا لي بدل ما هنسجنك هنوديك لضابط تخدم معاه، تتمنى السجن بدل ما تخدم معاه. هم قالوا لك كده؟ يا باشا قالوا لي كده. وقالوا لي قالوا لك ايه عني كمان؟ قالوا عنك يا باشا انك يعني قاسي شويه. وايه كمان؟ وانك عنيف قوي. وايه كمان؟ وانك ظالم ظالم قوي قوي يا باشا. الحمد لله. اهم حاجه ان الواحد سمعته تبقى طيبه في كل مكان. الحمد لله. حلو قوي. يبقى انت جاي ومش ناقصك حاجه. عارف هتشتغل مع مين؟ تمام سيادتك يا باشا. افرد ظهرك يا سياده الامين. هو اللي تشوفه يا سياده. الرجاله اللي معايا تقف ساكته. حاضر يا باشا. انت عارف ايه اللي نجاك؟ ايه؟ ان انت من الصعيد وانا بحب الصعايد. رجاله اقف انت بقى يا امين. يلا غور هات لي المتهم. اللي تشوفه سيادتك. السلامة. قدامي قدامي. ايه ده انت داخل عليا بالجزمه؟ انا لابس. يلا جزمه. ما تشوف شغلك يا سيادة الأمين. تمام سيادة. مدخلني متهم بالجزمة. خلاص شلناها.
سمعت عني ايه ياض؟ قالوا لي ان انت مفترق. لا ياض، كلموك على الخاتم بتاعي؟ لا انا هوريهولك. فين يا باشا؟ ايه رايك؟ حلو. هاتوا تعالى عشان اوريه الخاتم اللي في الايد التانية. وايه رايك في ده؟ هاتوا. انت ياض اللي قتلت الوليه؟ انا قتلت وليه يا باشا؟ انت اللي قتلت الوليه ولا لا؟ والله ما قتلت حد. انت شكلك هتتعبني. شكلك هتتعبني. تعالى. حاضر يا باشا. كنت فين يا ياض ساعد وقوع الجريمه؟ كنت ماشي في الشارع. وايه اللي ماشيك في الشارع؟ كنت راح افطر فول. يعني مفيش فول الا في الحته دي، ما مصر كلها عربيات فول. هو ده احسن راجل بتاع فول. قال انت هتسحبني وتنصحني اكل منين؟ انت هتنصحني؟ ده بس حلو يا باشا. مالكش دعوه يا سياده الامين. تمام يا باشا. وتفرد. حاضر. فرد. اه يا باشا. تعالى. شكلك هتتعبني وهتطول معايا. انت شارب ايه ياض؟ انا يا برشم. انت مبرشم؟ ايوه المصحف. مبرشم والمصحف شارب. لا ما بتحبش بالمصحف. بلاش، ما بحبش كذب. شارب كوكتيل. مبرشم. شارب كوكتيل. يبقى مبرشم. ما هو كوكتيل ايه؟ فخفخينه يعني، ما هي بلاوي سودا. كوكتيل جوافه يا باشا. انت هتطول معايا، هتطول معايا، وضرتني وضيعت عليا درس الايروبكس بتاعي. رد على الزفت ده. تمام يا باشا. الو. ايوه سعاده الباشا. ايوه سعاده الباشا. بيعمل ايروبكس. ايوه مع المتهم يعني. ايوه. لا والله. قول لي يا باشا وانا ابلغه. ايه 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 في ايه يا سياده الامين؟ تمام هبلغه يا باشا. مع قدامه. سلام يا باشا. في جريمه يا باشا وحصلت ولازم نتحرك دلوقتي نروحها. جريمه ايه؟ جريمه قتل يا باشا. ما انا في ايدي جريمه زفت قات لما اخلص منها. مين اللي كلمك؟ اللي كلمني المساعد الوزير يا باشا. تمام تمام. قال لك ايه سياده اللواء؟ قال لي الجريمه دلوقتي حصلت ولازم نروح في قصر الكونتيسا مارجريتا. قصر ايه؟ الكونتيسا مارجريتا. قصر الكونتيسا. ايوه مارجريتا. انت متاكد ان انت بنقول من المباحث؟ أيوة. ولا مسارات المجانين؟ لا والله هم اللي قالوا لي في التليفون يا باشا. صوف عادل. تمام صوف عادل. قصر الكونتيسا. ايوه يا باشا. فين القصر ده؟ في كراتا يا باشا. كراتا. كمان حلو قوي. امتى حصلت الجريمه دي؟ حصلت من 180 سنه. من ايه؟ من 180 سنه. سياده اللواء قال لك كده؟ ايوه. ماشي. الداخليه عايزه تجنني، بس انا مش هتجنن وهحقق في القضيه دي لو من 1000 سنه مش 180. قامت الساعه كام من 180 سنه؟ قامت الفجر يا باشا. وحياة النبي، انتوا عارفين ان هي قامت الفجر؟ عارفين من 180 سنه. انا معاكم للاخر. انا معاكم لايه؟ للاخر. للاخر. قول لحاجتك لماها وحصلني وياك تنسى حاجه. حاضر يا باشا. شوفوا سيادتك يا باشا. حلو قوي. لا فعلا شكلهم من 180 سنه. ماشي. ايه الزفت اللي انت جايبه معانا ده؟ من ساعتها قلت هات كل حاجه معاك. هو ناقص غباوه، ناقص غباوه. لا احونا في اي حته. تعال نشوف الجنون اللي احنا دخلنا فيه ده. 180 سنه عايشين، ما بيعجزوش، ما بيموتوش. حلو قوي. ورينا يا حبيبي. حلو قوي. بحضر محضر سكر يا حبيبي. حضر. العب يا بابا. العب بس. والشعر والفساتين من 180 سنه. انا معاكم للاخر. انا معاكم للاخر. حلو قوي. حلو. خلي بالك من البنت دي. تمام سلام. ممسوكه نشلي في بلاد دكرور 3 مرات اخرها على عيد الصغار اللي فات، اللي بيقولوا لك ناس من 180 سنه. انا معاهم للاخر. اما نشوف. ادي الجمل وادي الجمال. مين الافندي ده؟ ما شاء الله. حلو. اللبس ده متاجر. الواد ده شكله مش مريحني، عينك عليه. تمام يا فندم. ومين اللي بيقوق ده؟ وريني يا حبيبي. يا صلاة النبي، بانجو كمان. حلو قوي. تلبسه بوريك، تلبسه خش، أنا معاكوا للآخر. ومين اللي قابل المعاد هناك ده لوحده؟ تعال يا أخويا. تعال ده متأثر قوي. شكل القتيل أمه. معلش، هنعرف كل حاجة. هات يا حبيبي هات. امسك. حرز يا اخويا اللي جاي تشم. حرز. لكش انت دعوه. وريني يا حلوه. يا صلاه النبي، حلوه قوي. قضايا مضمونه. بانجو وخمره، حتى السماله، وناس مش عايشه الواقع اللي احنا عايشينه.
واستهبال، لكن انا معاهم للاخر. بص يا اخوانا، انا اللي انا عايزه معايا في المكان عيلة القتيلة بس، كل الضيوف بره. تعال يا حبيبي، تعال يا حبيبي، شفت لك اتحفظ على الزفت ده؟ تمام يا باشا. يلا بره، يلا بره بره بره. انا هتجننوني هجننكوا، اطلعوا بره من الاخر. اشربوا اشربوا، حلو قوي. انا الدوق فالكاو، زوج الكونتيسة مارجريت. اهلا. وعندي معلومة مهمة قوي يا باشا. انت عارف ان انا بطل الجمهورية في حقوق الانسان ولا لا؟ طبعا. يعني عايز معلوماتك تكون صريحة ودقيقة، يا اما هطير رقبتك. عشان كده عندي معلومة مهمة جدا. قول. انا اكتر واحد شاكك فيه ابو القتيلة، لانه عايز يورثها. حماك؟ طبعا. يقتل بنته عشان يورثها؟ هي دي الحقيقة. يا الدنيا جرى فيها ايه؟ ماشي، بس انا ما قلتش حاجة يا باشا. لا عيب يا واد، انت بتعمل النهاردة؟ انت منين؟ من الدقي. ماشي، نام يا سيادة الدوق. نام يا باشا. باشا انا دوق محترم يا باشا. انت مين؟ انا دوق محترم. انت لسه مصر ان انت دوق يا باشا؟ امسك عواد. عيني يابا، امسك عيني يابا. ايش يا ابن الحرامية يا ولاد الكداب؟ عيني يابا. احنا في سنة كام يا واد النهاردة؟ 1812. برضه عايزين تجننوني؟ ماشي الحقيقة. ماشي، قتلت بنتك ليه يا راجل؟ انا ما قتلتهاش. امال ايه؟ الدوق ده هو اللي اتجوزها. ايوه، وهي اتكنتلت من 3 4 ايام. اتكنتلت من 3 4 ايام؟ ايده يا باشا. والنبي ايده يا باشا. وانت كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ كنت هنا يا باشا. كنت فين لما بنتك اتكنتلت؟ باشا يا باشا، ثانية واحدة اخلص. انا عندي معلومة تانية مهمة. اخر جملة قالتها له القتيلة قبل ما تموت: مش هديك مليم احمر من ثروة كوزي. مليم احمر من ثروة كوزي؟ ده دافع اكيد انه يقتلها. طبعا يا باشا. ماشي. سي باشا، انا ما قلتش حاجه. لا عيب، ده انت بتعمل النهارده. انت منين يا من امبابه يا باشا؟ اجدع ناس. ارفع يا سياده الدكتور. قتلت بنتك ليه؟ ها؟ الحقني يا ابو الحقني، هتلحقكم هتلحق. وعاملين ايه يا بوريكم؟ عايزين تجننوني؟ عوضين الراجل اتحط في السبيرتو لحد ما جيله اللي بعده. برضه مش عايز تعترف. اعترف بيه يا باشا. معلش عوضين، تعرف ايه للقتيلة انا؟ انا اخوها الصغير. اخوها؟ اخر مرة اختك كانت بتعمل ايه قبل ما تموت؟ كانت بترقص. في حد يقول على اخته بترقص؟ احنا في سنة كام يا واد دلوقتي؟ 1818. برضه مصرين تجننوني. ماشي ماشي. اختك اخر مرة دخلت الحمام امتى؟ امبارح، امبارح الصبح. وانت ايش عرفك؟ بتبص على اختك في فوق الحمام يا واطي؟ باشا ليه؟ انا شاكك في الواد ده كمان. ليه؟ ابوها كان بيعملها احسن منه. آه. وكمان كان قطع عنه المصروف. تمام، يبقى ده المبرر انه قتلها. طبعا يا باشا. تمام، بس انا ما قلتش حاجه يا باشا. عيب، انت معايا من النهارده في مكتبي. انت منين يا من حوش عيسى؟ احسن ناس حبيبي. انت يا عوضين يا باشا، يقعد في السبيرتو اللي بعده. ده انا اللي محتاج السبيرتو. شكلك كده بقالك فتره ما عملتش ضوافرك، وانا هساعدك في الموضوع ده. كفايه كهربا بقى، كفايه كهربت يا ابن الهبل. ده انا مش قايل لك ده وفرك ده عبيط. طب بلاش الصباع ده، بلاش الصباع ده، يعني ده هيفرق عن ده؟ طب خد ده. علاقتك ايه بالقتيلة يا واد؟ انا حمدي ارطغرل صديق العائلة. كنت احبها حبا جما. كنت اريد ان اغتصبها في الجبل في المغارة. بس الدنيا كانت ضلمة وانا بخاف من الضلمة. ده ذكر يا واد. باشا الواد ده اكيد هو اللي قتلها. ليه؟ بقاله فترة بيحوم حواليها، ده غير ان انا نفسي كنت هقتله. مية مية، يبقى هو اللي قتلها. بس انا ما قلتش حاجة يا باشا. عيب، ده انت معايا في المكتب النهاردة. انت منين يا واد؟ لا الحقيقة مش فاكر. طب تمام، استناني بقى عشان عايزك في كلمتين على روقان. عينيا يا باشا. اتفضل، خد دي هدية مني. عوضين يا باشا، حطوا له منوكير. تمام يا باشا. بقول لك ايه؟ ايه؟ افكك وتعلمني البيانو؟ تعال يا باشا ابوس ايدك، الراجل ده بيقشعرني. انا عايز اعرف حاجه واحده بس. ايوه يا باشا. انت مين؟ انت مين؟ ومين؟ انت منين يا واد؟ من امبابه ولا العجوزه؟ عايزين تجننوني. عايزين تجننوني. انا من الدويقه يا باشا. من دلوقتي من الدويقه. ها؟ ولا ولا مش انت ابراهيم ليه يالا المسجل؟ مش انت اللي خطفت عربيتي من قدام القسم قبل كده؟ والله انت سجلت حاجه. انا اللي في انا اللي في انا اللي في ادوك يا باشا. انت عايز تختم؟ والله تختم؟ انت عايز تجننوني؟ انت لهم ابوك اسم. ده انا هشيلك دي و40 قضيه تاني يا باشا. انا قلت يمكن تترقى ولا حاجه. هوريك انت ايه؟ هوريك انت باشا. خلاص يا باشا، الحمد لله يا باشا. شوف انا هشيلك ايه. هتشيلني يا باشا؟ شويش. تمام يا فندم. تعالى خد بيدي خرجنا، تعبت من كتر الضرب. باشا
يا كلاب نفسي اعمل فيك حاجه احتقرك فيها يا باشا. الله الله ودي وسيبني. طيب روح معاه وسيبني انا في 180 سنه دول. تم بحمد الله كده القضية اتظبطت 100 100. ازاي يا باشا انا اللي قاتل؟ انت كذاب وما عندكش ضمير، انت ما قتلتش. انا بقول لحضرتك انا اللي قاتل. وانا بقول لك هتقابل ربنا ازاي يا راجل بكذبك ده؟ مش انت اللي قاتل في المسلسل؟ انا اللي قاتل وما ينفعش ما يبقى باشا انا اللي قاتل. لا انا هخليه قاتل وتحرق المسلسل. عايز حاجه تاني يا باشا؟ لازم اكون انا قاتل عشان القاتل ما حدش يتوقعه، لان انا اللي قاتل. انت خلاص المتهم اللي عندي ما حدش يتوقعه خالص، وانا اوريه لك دلوقتي. مش انتوا عايزين تجننوني يا بتوع 1800؟ انا اوريكم الجنان. هات الواد اللي معانا المسجل. تمام يا باشا. بس استنى عليا استنى عليا يا ياض. امضي يا ياض ان انت اللي قتلت الكونتيسة. امضي هنا. امضي يا باشا، الناس دي مجانين ولا ايه؟ مجانين، انتوا لسه شفتوا جنان. امضي وخلصنا. يلا اخلص. هات يا حبيبي كده 100 100 القضية وزي الفل، وانا اقوى ضابط مباحث شافته المنطقة وهوريكم في المحكمة. قشطة. انا بقى هتجنن معاكم. مش انتوا عايزين تروشوني ب 1800؟ انا هاجي معاكم 1800. ادخلوا الراقصات، شغلوا المزيكات، يلا روح.